تعبي يلا. تبين اي مساعدة؟ شيطان يوزك. ما بي شيء، قلبي وجهك. تدرين انت للحين ما شفتي وجه الثاني، ترى اشلعك من هالبيت شلاله. انا قلت خراب ما تين كذي لوجه الله. خير ايش تبين؟ ايش عندك؟ قولي. واي شايفه نفسي على شنو حبيبتي؟ وايد حس انك انت مهمه. ترى ان رحتي ولا رديتي انت خدامه. علم ان يوصلك ويتعداك. البيت هذا بيتي. ها؟ بيتي. ماشي يا سميرة، بتلعبين معاي؟ ماشي ماشي، تلعبين وياي؟ ماشي. مت العب يلا، ما تلعب يلا، العب يلا، ما تلعب يلا. عاد اكلهم عجيب عجيب. روحي روحي واي. روحي جيبي السلطه بسرعه. روحي ان شاء الله ما ريحته تدوخ. تدوخ جيب الدقوس انتي ولا تعالي جيب الصحن اللي بنات شفي بسرعه يلا. واي شنو هذا الشاي؟ هذي الحطيهم بالثلاجه حقنا بعدين يلا ما راح نطلعها بعدين. احس براسك شيء. ايش بيكون براسي يعني؟ ما ادري بس اخاف اخوانك وازينك وقالك انحاشي. ترى ابوك راح يطلعك من تحت الارض، تسمعين ولا لا؟ استغفر الله العظيم. ابوك ادرى بمصلحتك. وايد ادرى بمصلحتي. عشان كذي يبي يزوجني واحد اكبر منه. انت شو تقولين؟ الريال عنده فلوس، تسمعين ولا لا؟ عنده فلوس، هذا كل اللي يهمكم. بس تكفى خليني بحالي. يا حبيبي سمو بالرحمن يلا. ها مساء الخير. علامك يبا ما تاكل؟ لا تراني قاعد اكل. ان شاء الله عليك. ما يمد ايده على الاكل، ينطر عمه ياكل تالي اهم. اي صدق تعال بقول لك، امك وينها؟ مصعب ايش فيك؟ القطب على لسانك؟ امي تكلمك ليش ما ترد عليها؟ امي تهاوشت مع ابوي وراحت بيت جدتي. هو ليش؟ شو اللي صار؟ طاحت علي كلام واحده. متى؟ صار لها فترة. أنا لو منها ما أترك البيت لما طق طق. إنزين يعني مثلا يما صدتي أبوي يكلم وحدة، شنو راح تسوين فيه؟ أبوك؟ أثنينهم ما راح يطلع عليهم الصبح. كفو والله قوية أمي. انت قبيه بحيوان. هاي امي تروحي معاي؟ ماني رايحه وياك. مرتك ان شافت رجعت وجهي عقدت النونه. حرام عليك يا يمه، حرام عليك. عاد قبل شوي تسال عنك. اي لا وايد تسال عني. اصلا هي من كثر ما تحبني تشهق باسمي. سيف ترى انا عارفه وانت عارف، ما له داعي نكذب على بعض. ان شاء الله يما ان شاء الله ان شاء الله. الا صدق يما بسالك، حصه ايش تملك؟ من توفى رايلها تملك شيء وشويات. مو مبين عليها الا اذا كان عندها عقارات او شيء طلع من وراه فلوس. يا عيل منين تصرف؟ اكيد طالع لها شيء. وبعدين يا حظ انت ليش تسالني انا؟ عندك مرتك، روح اسالها تدري عن كل شيء. مرتي من اجيب لها طاري فلوس؟ ما ادري ايش يصير فيها، ما ادري ايش يجي لها، ما غير تشعمني وبس.
من رداك من طياحة حظك. انت لو معطيها العين الحمراء ما قالت لك كذي. هذه مواعيدك تعالي باكر بعد خو زحمه. حياك حياك. هلا ابو علوه شو اخبارك يا اخي؟ انت وينك مختفي وتقول انا مثل اخوك تقول لي كل شيء؟ والله اليومين كنت لاهي مع اخوي مبارك. مبارك حياته غلط وضايع الولد. اخوك مبارك ترى كان ضايع من ايام المدرسه، ترى مو شيء جديد يا اخي. انا ما ادري الجديد ان انا لازم ارتب اموري، اخواني بيضيعون بسبه امي وابوي. اقول لك شغله، الله يعينك. صدق البنيه فركت من البكي وهي قاعد طالعها ولا سوت شيء؟ ولا وتقول لي خذيها بنام، ايش هالقلب؟ ايش فيك؟ تذكرت بنتي. ليش وين بنتك؟ الله ايش دعوه كذي؟ الشاي حار. خير ان شاء الله. يلا انا ذنكم. وين تو الناس؟ بس بمشي. الحقيقه ما قصر، خوش قده، بس المره الجايه عاد نبي حكوكه فوقه ودقوس. سامحني قشيتك في المعبوش. انت كذي، انا دائما كذي اقشهم في الدواوين اللي رحت تعشيت كذي. يا سلام. سلم على الوالد وايد ان شاء الله. يا حليله خوش وليد، مقعده حلو وطينته خفيفه على القلب. اي اكيد بيكون خوش ولد وطينته خفيفه. يا ابنك اكل بتعبي كرشك. انت حيوانه، انت حيوانه مو بنت، انت عدوه، عدوه وضدي ودائما ضدي ولسانش طويل ويبي له قص. يلا هو طسي طسي على وجهي طسي. ان شاء الله ان شاء الله، مع ان ادري قاعد تصرفني. شوفوا قله الادب، شوفوا. اعطوني اعطوني شيء، اعطوني شيء. انت قله الادب اللي انت فيه على منو طالعه؟ لا ابوك ولا امك. لا اكيد امك، امك قله الادب. I need to make a very urgent call, please. Thank you. Just one second. Shari. شاري الو انا اسف اخوي اسف لا لا غلطانه سوري يا ربي مشاري من غيرت هالرقم وانا مو قادر احفظه 9 7 5 يا رب مشاري مشاري تكفى الله يخليك الحق علي تاليا انت وينك شلونك أنا مو زينة أنا مو زينة أبويا بيزوجني واحد من عمره تكفى تكفى مشاري تعال خذني شلون؟ ما أدري اسمعني الآن أنا بالصالون وقال لي راح أخليه ياخذك بعباتك مشاري سوي شيء